وزير المالية عبد الرحمن بن خلفة أنه بداية من الفاتح من جويليا يقوم المواطنون بالدفع الآلي باستعمال الشيكات التي تندرج ضمن البنوك في إطار التعاملات المالية، وهي تخص العقارات التي تزيد عن 5 ملايين دينار والسيارات التي تفوق 1 مليون دينار جزائري. التفاصيل مع منى مالك. في دعوة من المصارف مجتمعين بعد ساعتين لتحضير الآلية اللي تبدأ إن شاء الله من أول جويلية، واللي بموجبها الدفعات الكبيرة فيما يخص العقارات والسيارات اللي تزيد عن 5 ملايين دينار بالنسبة للعقارات ومليون دينار بالنسبة للسيارات تبدأ تدفع بالشيكات والتحويلات لإعطاء أريحية للمواطنين، لإعطاء تأمين للناس باش ما يفدوش الشكاير. وهذه العملية شيئا فشيئا توسع رقعة المعاملات المصرفية، المعاملات المصرفية، ونستمر فيها شيئا فشيئا.